والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم وهي سفينة النجاة فاركب فيها بسم الله مجراها ومرساها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سفينة النجاة ينادي أهلها في ليلهم ونهارهم من بعدهم قائلين اركبوا معنا بسم الله مجراها ومرساها. اركبوا سفينة النجاة ولنقطع جميعا أمواج الفتن والشهوات والشبهات ولنسير في ثبات إلى أرض الكرام إلى دار السلام إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ونحن في دقائق هذه الحلقة وفي كل حلقة نحرص على أن نذكر شيئا من صفات أصحاب تلك السفينة سائلين الله وحده أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا ممن فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخي في الله أختاه إن أصحاب تلك السفينة هم أصحاب العقول حقا. العقل السليم هو الذي تجد صاحبه قد سخره فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. وإذا ذكرت له آيات الله تبارك وتعالى الكونية وإذا ذكرت وتليت عليه آيات الله الشرعية كان ممن عقل المراد وسارع إلى تعظيم الملك سبحانه الذي خلق الخلق والذي أحسن كل شيء خلقه جل في علاه. أصحاب تلك السفينة هم أولو الألباب، أولو الألباب الذين جاء وصفهم في الكتاب كما قال سبحانه في كتاب مبين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ قال الله عز وجل مبينا صفاتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات التي بيّنت صفات أولي الألباب. فلنحرص في دقائق هذه الحلقة على أن نتعرف على صفاتهم وأن نكون على خطاهم. أولو الألباب يذكرون الله كثيرا، يذكرون الله عز وجل في كل حال على كل أحيانهم، كما كانت عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فليس لتارك الذكر حجة وليس لتارك الذكر عذر، لأن الذكر يسير على اللسان. ولهذا ذكروا الله عز وجل كثيرا، وبهذا الذكر يقتربون من ربهم سبحانه وتعالى، وبهذا الذكر يستشهدون على سلامة عقولهم، لأن العقل السليم هو الذي يستشعر أن الله سبحانه وتعالى خلقه لغاية وهي عبادته تبارك وتعالى. فكانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون ما في هذا الذكر من خير وأجر وثواب. يذكرون الله بقلوبهم فيظهر ذلك على ألسنتهم، فتجد أحدهم إذا نطق بالذكر مر على بوابة القلب ثم ظهر على اللسان في مشهد يسر الناظرين، في مشهد يدل على أن هؤلاء قد وصلوا منزلة اليقين، فكانوا يعلمون أن ما بعد هذه الدنيا إلا جنة عرضها السماوات والأرض. وجدوا من اللذة والأنس بذكرهم لربه تبارك وتعالى ما لا يمكن وصفه في كلمات، حتى إن أحدهم كان يقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم لكان ذلك كافيا، أو كما قال، لأنهم وجدوا لذة وأنسا لا يمكن لعاقل أن يسطره في أحرف. هذا أمر يعلمه من وفق له. وأولو الألباب
هم الذين هدوا إلى هذا الأمر العظيم، فكانوا بحق ممن أنس بذكرهم لله جل في علاه، وهم بلا أدنى شك سيجدون هذا بين يدي ربهم تبارك وتعالى في صحائف الأعمال. وقديما قالوا إن العبد لن يدخل جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا، فجنة الدنيا هي الاتصال بالله تبارك وتعالى وخشيته والإكثار من ذكره، فتلك سفينة النجاة وتلك صفات أهلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك منه. أولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لأنهم يعلمون أن هذه المخلوقات برهان ودليل وعنوان على الخالق سبحانه وتعالى، فمن آياته سبحانه الدالة على أنه الإله الحق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال، وهذا الخلق العجيب الذي دل على أن الخالق له سبحانه ملك يستحق العبادة. فأولو الألباب إذا مر أحدهم على آية من آيات الله عز وجل وقف عندها متأملا متفكرا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا التفكر أورث في قلوبهم انكسارا بين يدي ربهم تبارك وتعالى، أورث خشية لله تبارك وتعالى، ظهر ذلك على ألسنتهم حتى إن ألسنتهم صارت تلهج في ليلهم ونهارهم قائلين سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فالله عز وجل جعلنا في دار الامتحان ودار الابتلاء يتفكرون والقلب يتحرك خوفا من الله عز وجل، واللسان يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، والعين تدمع عندما تتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. كيف لا ومثل هذا الخلق العظيم دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم. هذا الخلق الذي يلهج في ليله ونهاره بذكر ربه تبارك وتعالى، هذا الخلق خلق الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. أولو الألباب يتفكرون في خلق الله عز وجل ويستشعرون أن هذا عنوان على الخالق سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين مربيهم بالنعم وخالق الخلق أجمعين العالمين، ما سوى الله عز وجل من الخلق كل ذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى الإله الحق. أولو الألباب تفكروا في خلق الله فكانوا بحق أولي الألباب، وركبوا سفينة النجاة ولسان حالهم ومقالهم بسم الله مجراها ومرساها. أولو الألباب تفكروا في أنفسهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فوجدوا أن خالق هذا الجسم ملك قوي عظيم حكيم سبحانه وتعالى. الإنسان ينظر إلى هذا الجسد نظرة لا يتأمل من خلالها إلى عظيم خلق الله عز وجل، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم أكبر. إن أصحاب تلك السفينة هم أولو الألباب الذين يتفكرون في عظيم خلق الله عز وجل، الذين دعوا في كتاب الله تبارك وتعالى أن يتأملوا في السماوات وفي الأرض، فكل ذلك من عظيم خلقه رسائل من الملك سبحانه وتعالى إلى عباده تقول بلسان الحال والمقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إن أصحاب تلك السفينة أقبلوا على هذه الآيات الكونية متأملين، يعلمون يقينا أن الذي خلق هذا إله واحد لا نظير له، خلق فسوى وقدر فهدى جل في علاه، خلقنا لغاية يعلمها تبارك وتعالى ويعلمها عباده عندما نظروا في آياته
الشرعية في كتابه المبين خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أولو الألباب يتفكرون في عظيم خلق الله تبارك وتعالى، ويتأملون أيضا في آيات الله عز وجل الشرعية، يتأملون في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى، يتأملون في القرآن، وهم يعلمون أن هذا القرآن دعي المسلم في ليله ونهاره أن يتأمل فيه وأن يتفكر في معانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو كان هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فمن أراد أن يركب سفينة النجاة فليكن ممن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم عند تدبر القرآن. إن شجرا غاب عنه الماء هو يدنو شيئا فشيئا من الهلاك ومن موت لا مفر منه ولا مهرب عنه. كذلك قلب المؤمن إذا غاب عنه الغيث الإلهي من كتاب الله تبارك وتعالى جف القلب وقسى. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلم أخي في الله أن القلب وإن قسى فإن الله عز وجل يحييه متى أقبل العبد على آيات الله عز وجل، آياته الكونية وآياته الشرعية، كما هو حال أولي الألباب الذين أقبلوا على آيات الله تبارك وتعالى الكونية متفكرين متأملين، وكذلك أقبلوا على كتاب رب العالمين وهم يعلمون أن السعادة في الإقبال على هذا وذاك والاتصال بالله سبحانه وتعالى كي تحيا قلوبهم بذكر ربهم سبحانه وتعالى، كي تسعد نفوسهم بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو السبيل لحياة القلب، الإقبال على ما يقرب من الرب جل في علاه. من كان تلك حاله فهو الموفق المسدد، هو بلا أدنى شك من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولسان حالهم ومقالهم. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك ووفقنا لما فيه ما كان سبيلا للقرب منك. هؤلاء هم أصحاب تلك السفينة، سفينة النجاة. من كان يريد أن يسير على خطاهم فليتصف بصفاتهم وليلهج لسانه بذكر ربه، فتلك هي السعادة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم.